وبعد أن كنا نرى هذه الدعوة في الأقطار الإسلامية، ها هي الأعداد من المسلمين الذين نشأوا في بلاد الكفر قد آبوا إلى الله وأنابوا، وقد ظن أهل الكفر من قبل أنهم يحاربون الإسلام في داره، فانطلقت من عقر دارهم الدعوة الإسلامية. وليس هذا فحسب، بل ها هي النساء ومن أرض الكفر قد التزمن بدين الله عز وجل، وأصبحت المظاهر الشرعية أمرا مألوفا يغيظ به الله عز وجل أهل الكفر. وقد انتشرت الدعوة المباركة دعوة أهل السنة في أوساطهم. تقول في السؤال الأول: أخت يأمرها زوجها أن تخدم أمه يوميا، مع أن تلك المرأة أي أم الزوج تظلم الزوجة وتتسبب لمشاكل أو في مشاكل بين الزوجين، والآن الأخت السائلة لا تستطيع أن تصبر أكثر من ذلك، فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، جزاكم الله خيرا على ما تقمنا به من الدعوة والغيرة على الإسلام، وبارك الله فيكن في جهودكن ونفع بكن الإسلام والمسلمين. أما الوجوب فلا يجب على هذه المرأة أن تخدم أم زوجها. نعم، خصوصا إذا كانت تعاملها معاملة سيئة. وأما النصح فننصحها أن تصبر أكثر وأكثر وأكثر مما صبرت، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربما يؤدي ذلكم إلى الفرقة والشقاق بين الزوجين، فننصحها من باب النصيحة لا من باب الوجوب أن تصبر عليها وأن تتعاون معها وتخدمها في حدود ما تستطيع. وأما الوجوب فلا يجب عليها. نعم، على المرأة ما تستطيع له من عمل البيت، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الصحيح عند أن شكت إليه فاطمة ما تلقى من الرحى، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا ليس واجبا عليك، فماذا؟ فالذي ينبغي وننصحها به أن تصبر وتتعاون مع زوجها، والله المستعان. صلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.
غرباً.